علاقتي بيه من زمان جدا، يعني من بداية الثمانينات، يمكن سنة 81 كنا بنلعب في فريق واحد تحت 20 سنة في النادي الأهلي تحت قيادة الكابتن أحمد ماهر الله يرحمه. ولكن هو كان سبقني للعب للفريق الأول، هو لعب سنة برضو 81 نفسها مع مستر كالوتشاي، وبعد كده لما اتصعدت للفريق الأول بقى تزاملنا لغاية ما هو اعتزل في النادي الأهلي بعد سنة 92. يعني محمود صالح من اتكلم على ناحية اللعب الأول، لعب أكتر من 12 موسم للفريق الأول، من أفضل المدافعين اللي جم في تاريخ النادي الأهلي ومصر. كان بيتميز بأشياء بتبقى احنا أول أسس بنحطها لشكل المدافع، يعني في حاجات خاصة بالرقابة، كان هو ممكن من أفضل اللعيبة اللي في مصر بتعمل الرقابة اللي هي واحد ضد واحد بالذات مع المهاجمين وكده. ويمكن أنا أذكر مقولة للكابتن الكبير جمال عبد الحميد، كان اتسأل مين يعني أصعب مدافع لعبت عليه، فكان بيقولهم على طول كابتن محمود صالح، يعني واحد من أصعب المدافعين أو أشد المدافعين اللي جم في مركز قلب الدفاع في النادي الأهلي ومنتخب مصر. فيتميز بالرقابة، يتميز بالتغطيات سواء العكسية أو لنفسه يعني، وكمان بيعرف يبني الهجمة. فهو كان عنده مقومات كتيرة في المدافع كانت بتميزه عن معظم يعني زمايله في الوقت دوت. على المستوى الشخصي بقى شخصية محترمة جدا، يعني صاحبه وعلاقاته مستمرة مع ناس كتيرة ومنهم أنا، بيقف معاكي في أي وقت سواء في أفراح أو أطراح، يعني في كل وقت. وإنسان على خلق، وكمان بيتميز بخفة الدم وكده، رغم إن ممكن لا يبدو للناس كده، بس هو من الناس اللي بتحب تضحك على طول ودمه خفيف جدا. فهو من الشخصيات الجميلة كله كده على بعضه، ومن أحب الشخصيات ليا، من الناس اللي أنا زملتهم أو عاشرتهم في مجال كرة القدم من ساعة ما لعبت حتى الآن. يعني محمود أتمنى له كل خير وتوفيق، وربنا يسعده هو وزوجته وأولاده، ويشوف أولاده يعني بناته في أحسن حال يعني إن شاء الله. بعد ما سمعت زميلي الكفاح بقول محمود صالح اسمه مرتبط بأسامة عرابي، مرتبطين بالكابتن أحمد ماهر رحمة الله عليه. بالضبط، الكابتن أحمد ماهر طبعا هو صاحب الفضل ده بعد ربنا سبحانه وتعالى. هتقول ايه للأسامة؟ انا اذكر بس ممكن اقول حاجه يعني. اوي قول اللي انت عايز تقوله. لما طلعنا من معسكر المانيا في مع الموسم 81، ايوه 82، أسامة عربي ما طلعش معانا. ما طلعش أسامة عربي؟ وشاء الظروف، بقول لك شوف ربنا بيدي وانت بتجتهد. ربنا بيوسع لك وتلاقيك ماشي في السكه. نعم. اصيب لاعب ساعتها كان اسمه سامي عطيه. طلع معانا الرحله بتاعت المانيا دي سنه 82 يا كابتن. أيوة. مع فايسا. بس انت مش متذكر لان سامي ده كان بيلعب معانا تحت السن. لا، وانا فايسا انا بطلت بقى مش 82. انا بالظبط، اسف يا كابتن. فايسا كان 87 كنت انا بطلت. بالظبط. بالظبط، سوري. لما جاله اصابه في البطن، اصابه غريبه. اول ما نزلنا أسامة عربي اتقعد في الفريق الاول، اتحط مكان سامي عطيه. ده كان بيتدرب. هو سامي كان بيتمرن، اسامه كان في القاهره يا كابتن. كان في القاهره، وقالوه كان زعلان قوي انه ما سافرش. انا فاكر الكلام. كان ممكن ما اتقيتش. بس هو شوف عشان ليه نصيب ربنا، هو حكاها لي في الحلقه بتاعته. لما نزلنا اسامه عربي تأيد مكان سامي عطيه. ما ابوك احمد ماهر بقى هو اللي كان بيدعي لنا.